أجدد ترحيب بمحللة الأسواق في مجموعة كوتي الأستاذة فرح مراد من دبي. سألتك أستاذة فرح حول ارتفاع الدين العالمي إلى مستوى قياسي، خاصة مع استمرار الصين والهند في الإفراط في الاقتراض، كيف تقرأين أزمة الديون السيادية وما هي الحلول برأيك؟ شكرا مرة ثانية على الاستضافة. هلأ مثل ما كنت عم يمكن جرب وصل كل اللي عم نشوفه بالوقت الحالي هو تداعيات كان لابد من أن نوصل لعاجلا أم آجلا مثل ما بيقولوا، من بعد الإنفاق الكبير اللي كنا عم نشاهده خلال فترة كورونا، ومن بعد كمان التوجه مرة أخرى لمحاولة كبت هالتضخم اللي كنا عم نشاهده من بعد السيولة المرتفعة اللي كانت بيئة الأسواق ومع فائدة مرتفعة طبعا خصوصي على الدولار الأمريكي. نحن عم نحكي عن الديون الخارجية للدول وخاصة الدول كمان نوعا ما الناشئة رح تكون عم تتعرض الضغط الأكبر مع ديون الخارجية اللي تسعر بالدولار الأمريكي وفائدة مرتفعة جدا على كمان الديون، بالوقت كمان للعملات بعض العملات المحلية خصوصا إذا بدنا نشوف يمكن الصين اللي كمان بشكل ارتفيشل أو اصطناعي بتحافظ على قيمة العملة الرخيصة، اليابان كمان نوعا ما، مش بس عم نحكي عن الهند كمان عم تعاني من هذا الأمر. أظن العنوان الرئيسي اللي نحن شوي ما عم نحكي عنه في الأسواق ولكن الدين إن كنا عم نحكي على الأسواق الناشئة أو عالمياً رح يكون هو العنوان الرئيسي اللي عم يضغط على الأسواق في الفترات القادمة. نعم، يعني الولايات المتحدة الأمريكية ورغم بأنها من القوى الاقتصادية العظمى إلا أنها تعاني كذلك من أزمة ديون سيادية، كيف تؤثر أزمة الديون الأمريكية على الاقتصاد العالمي؟ يعني إذا مثل ما كنت عم بقول لك هيدي الفائدة المرتفعة نحن عم نحاول فيها يعني الحد من التضخم، ولكن التضخم يعني نوعا ما بغض النظر عن الولايات المتحدة اللي فعلا هو مرتبط بالاستهلاك، ولكن في بعض الدول خصوصا الأسواق الناشئة مش بسبب الاستهلاك بشكل رئيسي نحن عم نشوف التضخم، إن كان بسبب سلاسل التوريد إن كان كمان مشاكل الإنتاج. فالسياسات المتشددة رفع أسعار الفائدة حتكون عم تحل التضخم النابع من هذه الأمور، إلا لنكون عم نشوف تراجع كبير أو يمكن حتى ركود في بعض الاقتصادات العالمية، وحتى الفائدة المرتفعة رح تكون عم تأثر على الاقتصاد الأمريكي. هلا إذا بدي أشوف مثلا مثل ما كنت عم تسألني مثلا عن الصين أو عن الهند، كنا عم نشوف الصين عم تجرب تقوم ببعض الأمور أو التشدد لما يكون في انفاق كبير جدا من بعض يمكن المحافظات اللي كانت عم تعاني كمان من نوع من الدبت المرتفع، ولكن لازم نشوف نحن البنك الدولي عم يحكي عن 100 دولة قد تكون عم تتوزع لتدفع فوائد الديون المرتفعة بسبب كمان رفع الفائدة في الولايات المتحدة أكثر بكثير من ما راح تكون عم تصرف على الصحة على التعليم على مثلا البنى التحتية مثل ما الصين عم نشوفها عم تقلص يمكن مساعدتها للبنى التحتية وكمان على الصحة على المشاريع الاجتماعية، ويبدو هذا هو سيناريو الحالة الرئيسية خلال السنوات القادمة. نعم أستاذ فرح، يعني خلال العام الماضي شهدت البنوك الأمريكية تقلبات استثنائية بدءا من الإفلاسات حتى صفقات الاندماج والاستحواذ بالقطاع المصرفي، اليوم أزمات البنوك الأمريكية لم تنتهي لغاية الآن، ما هي الأسباب؟ نرجع مرة ثانية ونحكي عن الفائدة المرتفعة نوعا ما، ما فينا نعتبر انه هي السبب الرئيسي لانه بنلاحظ انه البنوك الكبرى اللي بتطبق نوع من إدارة المخاطر الجيدة قصيرة الأجل او طويلة الأجل نوعا ما قد تكون محمية من هالتقلبات اللي عم نشوفها بالأسواق. هلا بس كمان فرجيك المشاكل الرئيسية اللي وقعت فيها مثلا سيليكون فالي في كمثال، سيليكون فالي تعتبر بنك محلي، البنوك المحلية اللي ما قامت يمكن بطرق إدارة مخاطر سليمة، كنا عم نشتري توجه أو عم نشوف توجه البنوك المحلية، خصوصا سيليكون فالي اللي عنده إكسبوجر أو يمكن الدين الكبير اللي كان عم بيقدمه لشركات التكنولوجيا، توجه كان في عنا هالبوم في شركات التكنولوجيا، سيولة عالية، مشاريع كبيرة، توجهوا للاقتراض كمان من تلك البنوك، وهذه البنوك
الصغيرة نوعا ما، كانت عم تبني على استثمارات تعطي عائد مرتفع، وكان كمان السندات طويلة الأجل تعطي عائد مرتفع أكثر. ولكن وقت كان في عنا هالتراجعات الكبيرة في سوق التكنولوجي بشكل خاص، وتوجه عدد كبير من يمكن هذه الشركات للطالب بالسيولة تبعيتها من البنوك، كان لابد من تلك البنوك المحلية أن تكون عم تبيع السندات ولو حتى بأرخص من سعرها بسبب ارتفاع كمان الفائدة. طبعا استمرار ارتفاع الفائدة قد يلقي بظلاله على بنوك أخرى، ولكن كمان من ناحية تانية كان بسبب قرارات تلك البنوك اللي كانت عم تهتم يمكن بانفستمنت أو باستثمارات بتعطيها عوائد مرتفعة أكثر من أن تكون عم تنوع الاكسبوجر تبعها. ويعني كمان كان عندها نوع من الكلاينتس من فئة معينة، إذا انضرب هيدا القطاع يمكن كلهم يكونوا عم يتوجهوا لأخذ الكاش بفترة قريبة جدا. فصح نحن في عنا مخاوف بسبب الفائدة المرتفعة على قطاع المصارف، ولكن كمان أظن المصارف الكبيرة مش هيك عم تشوف الاندماج اللي في عندهم كمان نوع من إدارة مخاطر صحيحة على الفترة الزمنية القصيرة والطويلة قد تكون مثل ما بيقولوا أكبر من أن تنهار. نعم، يعني بالانتقال إلى آسيا، يعني من المعروف بأن الين الياباني يشهد تراجعا كبيرا أمام الدولار وهو الأدنى منذ 34 عاما. كيف يمكن قراءة مستقبل الاقتصاد الياباني في ظل انخفاض عملتها الين؟ يعني إذا بدنا نحكي عن السلبيات، عم نسمع عن سلبيات تراجع الين دائما في الأسواق، ولكن خلينا كمان نشوف ليش عم تتوجه كمان ليه عم يتوجه بنك اليابان إلى هذه السياسة، وشو النظرة أظن على القليلة قصيرة الأجل أو المستقبل القريب خلال هذا العام للأسواق اليابانية. تراجع الين نوعا ما طبعا بيدعم الاقتصاد، بيدعم الأسهم، وهذا اللي كنا عم نشوفه. تراجع الين خصوصي بالفترة القادمة، نحن عم نحكي عن نوع من تراجع في النمو العالمي وتوجه بعض كمان الأسواق العالمية لما يسمى بالبضائع الأرخص أو اللي رح تكون نوعا ما رخيصة مقارنة من الإنتاجات من دول العملات تبعيتها كمان عم ترتفع. وتكون أنا عم شوف الين الياباني عم يتراجع، فكمان البضائع اليابانية رح تكون مفضلة كمان للأسواق العالمية، خصوصي إذا بدنا نقارن باليوان الصيني بهالكومبيتيشن كمان اللي بنشوفها ما بين الين وما بين اليوان، ما بين اليابان وما بين الصين. الأمر الآخر طبعا تراجع الين يعني كمان رح يكون عم يدعم السياحة في اليابان، وكمان هيدا قطاع قد تستفيد منه. هلا أكيد لازم يكون في عنا نحن نوع من البالانس صف في اقتصاد اليابان اللي بيعتمد بشكل كبير على التوريد والاستيراد كمان، لأنه ما في عنده بضائع أو سلع أولية كثيرة، فالتوازن مهم جدا. ولكن في رأيي الاستمرار بهيدي السياسة المتساهلة تراجع الين يبدو أنه تفضل أولا الأسواق. يمكن لازم نكون إحنا عم نركز أكثر كمان باليابان قد رح يكون في رفع الأجور، قد رح يكون في دعم للاستهلاك الداخلي. ولكن فعلا إذا شفنا ارتفاع في الاستهلاك الداخلي حتى ارتفاع في التضخم مقبول في اليابان ومطلوب كمان نوعا ما، إضافة إلى تراجع الين بالأسواق العالمية قد يعني كمان استمرار النمو في اليابان. نعم، يعني أستاذ فرح، في سياق متصل بالأسواق الآسيوية وفي الصين التي طبعا تترقب نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية، كيف يمكن تقييم العلاقات الصينية الأمريكية وكيف ينظر الصينيون لإمكانية فوز ترامب؟ يعني هلا في المجال السياسي يمكن افضل حكون مركزه معك على يمكن المحاور الرئيسيه اللي بظن انه الصين رح يكون بهمها كثير بالمستقبل بالعلاقات مع الولايات المتحده. لازم نتذكر نحن مثلا ما بين الصين وما بين روسيا صار في عنا علاقات اقتصاديه ما في داخلها ابدا الدولار الامريكي، ويبدو كمان مع ابتعاد نوعا ما الصين عن السندات الامريكيه عم يتوجه اكثر ليكون في عنا البنوك المركزيه، البنك المركزي في الصين عم يستحوذ اكثر واكثر على الذهب، فيبدو انه عم بيحضر لسيناريو علاقات غير جيده مع الولايات المتحده. اظن قطاع التكنولوجيا رح يكون في عنده التاثير الرئيسي، قطاع اشباه الموصلات اذا بنلاحظ كمان يمكن المشاكل ما بين الصين وما بين الولايات المتحدة في الفترة الماضية كانت تتعلق بشكل رئيسي بهذا الموضوع، مين رح يكون مسيطر بشكل
أكبر على أشباه الموصلات؟ مين رح يكون عم سيطر على هذا القطاع؟ يعني رح يكون عم بيسيطر بشكل أكبر على التكنولوجيا؟ أظن عم بيراقبوا طبعاً، وعم نسمع من دونالد ترامب في حال كمان عودته إلى الرئاسة رح يكون مركز على دعم القطاع التكنولوجيا في الولايات المتحدة على حساب كمان الصين، وكمان الصادرات والواردات من الصين رح يكون يعني موضوع رئيسي في حال فوز ترامب. بأن هناك أزمة العقارات الصينية، كيف تؤثر هذه الأزمة على الاقتصاد الصيني، وأيضا من هي أكثر الدول المتضررة من أزمات العقارات؟ سؤال مهم، خصوصا انه عم نلاحظ نوع من البابل في اسواق العقارات حول العالم. هلا اذا بدنا نحكي عن الصين، قطاع العقارات كان قطاع رئيسي جدا خصوصي في السنوات الماضيه لدعم النمو الكبير اللي كنا عم نشهده في الصين. عم نحكي نحن ما بين 20-30% في العشر اعوام الماضيه من الناتج المحلي الاجمالي كان متعلق في الريل استيت. يعني ملاحظ في بعض يمكن الأدوات اللي عم تستعملها كمان الدولة، مثلا الإعلان عن الإفلاس أو الإعلان عن الديون الكبيرة نوعا ما عم ينعطاهم مهلة للشركات كمان الريل استيت ديفلوبمنت أنه يكونوا عم يحكوا عنا أو عم بيقدموها للبنوك بفترة متأخرة، كمان لما نكون عم نشوف تأثيره على البالانس للبنوك كمان في الصين. أظن أنه هو شيء مهم، لا نرى إلى الآن أي يمكن صورة واضحة لعودة نمو كبير إلى هذا القطاع، خصوصا أنه كنا عم نشوف يعني الأسعار كانت مرتفعة جدا مقارنة بالدخل في الصين، وهذا أمر كمان رح نكون عم نأخذه بعين الاعتبار في الدول الأخرى اللي يمكن تكون عم تعاني أو ستعاني من ضغوطات في هذا القطاع. مثلا إذا ما نشوف كندا، إذا ما نشوف أستراليا، نيوزيلند، إذا بدنا نتوقع نوع من المشاكل في قطاع العقارات لازم نكون عم نراقب بعض الأمور. الأول الرئيسي منا يمكن اللي شفناه في الولايات المتحدة خلال أزمة 2008، قديش قدرة يمكن اللي أخذ دين ليشتري هذه العقارات عنده القدرة أنه يكون عم بيسكرها، ومنلاحظ أنه قدرة كمان المستهلكين تتراجع أكثر خصوصي في كندا. عم نشوف الادخار عم يتراجع بشكل كبير، قدرتهم كمان لتسديد الدفعات عم يتراجع بشكل كبير. كندا كمان مرة أخرى قد كمان تعاني لأنه منلاحظ أسعار العقارات مقارنة بالدخل كمان عم يرتفع بشكل كتير كبير، وهذا الأمر عم نشوفه بنيوزيلندا، شفناه بالصين طبعا، وهذا الشيء اللي أدى لهذه المشاكل، وكمان شفناه بأستراليا. فأظن قد نرى مشاكل في هذا القطاع في تلك الدول. يعني في ظل هذه الأزمات أستاذ فرح، ما هو أفضل ملاذ آمن في أوقات الأزمات الاقتصادية؟ هلا طبعا اذا بنحكي عن ملاذ امن، يمكن كنا نحن عنا نوع من البندل من الملاذات الامنه، على راسها طبعا الذهب، كان في عنا الدولار، كان عنا بعض العملات مثل الين الياباني، الفرنك السويسري، كانوا يعتبروا نوع من الملاذات الامنه. ولكن بالوقت الحالي نرى انه العملات نوعا ما صعب نعتبرها ملاذ امن مع الوضع الفائده المرتفعه اللي لابد من تراجعها عاجلا ام اجلا، النمو الاقتصادي اللي عم نتوقع انه يتراجع، فكمان من الصعب انه تستمر البنوك المركزيه بدعم عملاتها. فمشان هيك اكيد الذهب هو الاهم من الملاذات الامنه. ولكن في عندنا العديد يمكن من الاصول الغريب أنها تكون نوع من الملاذ الآمن بالوقت الحالي. يعني الستوك ماركت، الأسهم، قد يكون نوع من الملاذ الآمن خصوصي في القطاع أو الأسهم لشركات تنطلب أكثر خلال يمكن ارتفاع التضخم، أو يكون في عنا مثلا أفضلية لبعض البرودكتس الأرخص. بعض الشركات قد كمان تكون جيدة كنوع من نتوقع طلب مرتفع عليها، خصوصي الغذائية، خصوصي الصحة، خصوصي يعني الاستهلاك نوعا ما أرخص قد تكون عم تستفيد. أرى كمان السلع بشكل عام قد تكون عندها قدرة لمواجهة التضخم بشكل أفضل من الأصول الأخرى، خصوصي في حال تراجع الفائدة معناتها تراجع للعملة كمان. والميكس غريب، بكل أسواق نرى بعض الأصول اللي قد تتميز، الأصول المشفرة قد تكون عندها القدرة خصوصي في حال مشاكل شفناها مستمرة في قطاع المصارف. أظن قد يكون أصل مميز في محاربة التضخم. في مجموعة إيكوتي الأستاذ فرح مراد كنت معنا من دبي، شكرا جزيلا لك.